السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. أطلقت ريلمي اليوم الـ 8S 5G وريلمي 8i. سنتعرف معا في هذا الفيديو على الريلمي 8S 5G، الجهاز الذي يأتينا من الفئة المتوسطة، يقدم مواصفات خرافية مقابل السعر. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الإعجاب بالفيديو بالنقر على الزر لايك. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا، لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. الشاشة هنا تأتينا من نوع IPS LCD بحجم 6.5 إنش وبنسبة استحواذ 83.9%. تأتينا مع ريفرش ريت تردد شاشة 90 هرتز. في الظهر نجد مستطيل فيه ثلاث كاميرات خلفية وفلاش LED. الكاميرا الأساسية هنا تأتينا بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f1.8. الكاميرا الثانية كاميرا ماكرو تأتينا بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.4. والكاميرا الثالثة كاميرا ديبث سنسور تأتينا بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.4. كاميرا السيلفي هنا تأتينا بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.1. بالنسبة أصدقائي إلى المعالج، الجهاز يأتينا مع معالج من شركة ميديا تك الدايمنسيتي 810 5G بمعمارية 6 نانومتر، معالج قوي جدا سيعطيك تجربة أداء ممتازة مع الألعاب الثقيلة، لن تواجه معه أي مشكلة. بالنسبة للأندرويد يأتينا مع أحدث نسخة الأندرويد 11 وواجهة ريلمي يو آي 2. بطارية عملاقة هنا تأتينا بحجم 5000 ملي أمبير. كما يأتينا الجهاز مع شاحن سريع في العلبة بسرعة 33 واط. الريلمي 8S 5G يأتينا مع USB Type-C، يأتينا مع بصمة على الجنب سايد ماونتد على الجنب الأيمن، يأتينا مع لاود سبيكر عادية، سماعات خارجية ذات جودة عادية، ويدعم مدخل 3.5 ملي للهيدفون جاك. بالنسبة للنسخ سيتوفر بنسختين، الأولى تأتينا مع 128 جيجا مساحة داخلية و6 جيجا للرام، أما النسخة الثانية فتأتينا مع 128 جيجا مساحة داخلية و8 جيجا للرام. كذلك الجهاز يدعم مدخل للSD كارد، يعني بإمكانك إضافة مساحة داخلية. بالنسبة للألوان سيتوفر بلونين فقط، الأزرق والبنفسجي، ويبدأ سعر الجهاز من 210 يورو مع النسخة الأقل، ما يعادل 245 دولار. سعر يعتبر ممتاز جدا هنا لكل ما يقدمه هذا الجهاز من قيمة مقابل السعر. بالنسبة للنسخة الأغلى تأتينا بحوالي 230 يورو، ما يعادل 270 دولار، ويبدأ بيع الجهاز بداية من 13 من هذا الشهر، يعني بداية من الأسبوع المقبل. هذا هو كل ما يخص الريلمي 8S 5G، قيمة كبيرة مقابل السعر، يأتينا بمواصفات خرافية مقابل ما ستدفعه فيه. إلى هنا أصدقائي وصلنا إلى ختام هذا الفيديو، أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. أشكركم على المتابعة، وفي الختام لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكرا.